سؤال: هل قداستكم كتب قبل البطريركية باسم الراهب أنطونيوس السرياني، وأين توجد هذه الكتب؟ قبل البطريركية لي كتب عديدة باسم الأنبا شنودة أسقف التعليم، كتب كتير من ضمنها ماري مرقص، من ضمنها صلاة الشكر، من ضمنها حاجات كتير. لكن لما كنت في الدير باسم أنطونيوس السرياني ما كنتش أحب إن اسمي يكون موجود في العالم يعني. ففي كتب كتير عملتها لكن لم يكتب عليها اسمي. واحد بيقول: عند ذكر اسم المتنيح في القداس هل تشعر روح المتنيح بهذا الذكر؟ ممكن. واحد بيقول: انا بعمل في صالة قمار من 12 سنة وليس لدي وظيفة اخرى، حاولت تركها لكن الظروف اقوى مني كمراقب في حالة حدوث خطأ. طبعا وجودك في صالة قمار امر مش مظبوط. ربنا يبعت لك وظيفة تانية.